نادي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان معي في هذه اللحظات حارس مرمى مصر للنادي الاهلي كابتن شناوي. مبروك يا شناوي، مباراه قويه التعدي ليها بشكل كبير للجهاز الفني وليكوا، فصلتوا نفسكم بشكل كبير عن كل الامور المحيطه. قول لي النهارده المباراه بالنسبه لك كانت ايه وبتمثلك ايه النهارده الفوز الكبير ده؟ اكيد طبعا احنا النهارده ببارك للعيبه كلها، كانوا رجاله النهارده، ومبروك للجهاز الفني ومبروك للاداره. احنا النهارده كنا الاسبوع اللي فات كله مشغلين على الفرقه طبعا، اللي احنا اللعيبه فرقه محترمه جدا واحنا احترمناها والحمد لله. النهارده ده شوط، فاضل شوط هناك في الجزائر وربنا يكرمنا ان شاء الله ونستعدله كويس. نفكر دلوقتي عندنا ماتش في الدوري ونركز الفتره الجايه في الدوري، وبعد كده نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله واحده واحده. وانا ببارك النهارده للفرقه، عملوا مجهود كبير الفتره اللي فاتت، كنا مضغوطين، عندنا بطوله عربيه وعندنا افريقيا والحمد لله ماشيين بخطه كويسه والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. اللعيبه الكبار وانت من اللعيبه المميزه جدا شناوي في قياده اللاعبين في داخل الملعب وخارج الملعب، اتكلمتوا مع بعض ازاي؟ لان كان مهم قوي ان احنا نستريح في المكسب، ضيعنا كتير لكن مهم قوي ان احنا كنا نكسب المباراه دي. الحمد لله على كل شيء، احنا النهارده اللعيبه الكبار طبعا، واحنا كلنا بنتكلم على احنا عارفين يعني ايه اهميه البطوله بتاعه افريقيا للجمهور والاداره والنادي. اي بطوله بنخش فيها طبعا بنبقى مركزين فيها، بناخدها واحده واحده. واحنا اتكلمنا طبعا ان الماتش مش هيبقى سهل، الماتش صعب، احنا بنلعب فرقه محترمه طبعا وعندنا شوط تاني لسه هناك في الجزائر. ده الكلام كله ان احنا لازم نركز، لازم هنا في ملعبنا نخش فينا جون عشان نروح هناك نكون مرتاحين. عشان كده الفتره الجايه هنركز في الدوري وبعد كده نركز بقى ان شاء الله في الماتش اللي بعد بتاع افريقيا ان شاء الله. الاصابات الكتير اللي عندنا وسوء التوفيق، لكن عندنا اصرار واللعيبه واقفه على رجلها وعندها ان شاء الله امل كبير جدا ان احنا نحقق البطوله الافريقيه. ده يبقى ليه تاثير عليكم في الكواليس يا كابتن شناوي؟ والله بص يعني احنا بنلعب، مفيش حد عارف ايه اللي بيحصل جوه الفرقه، بس احنا بنلعب وده سمه نادي الاهلي. اي حد بيكون موجود بينزل بينفذ اللي عليه وبيبقى راجل، واللعيبه كلها رجاله يعني اي حد يكون موجود في الملعب بيأدي اللي عليه، واللعيبه كلها دي سمه نادي الاهلي، اللعيبه كلها رجاله، وان شاء الله اللي مصاب هيرجع بسرعه واللي موجود هيكمل واللي موجود هيكمل زي اللي موجود بيلعب في الملعب. اي حد يكون في الملعب بيبقى راجل، واحنا كلنا دي النادي الاهلي، احنا بنفكر في البطوله ما بنفكرش مين يلعب مين ما يلعبش، دي سمه النادي الاهلي اللي احنا بنفكر على طول في الفوز وان شاء الله ربنا يكرم. اخيرا تقول لكل اللعيبه الرجاله كل النجوم اللي النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لان لسه المشوار طويل يا شناوي. لسه ان شاء الله المشوار طويل، اللي احنا خلاص قربنا خطوه كمان واحده بس ونعدي نخش على النهائي بتاع افريقيا، لسه المشوار طويل في البطوله العربيه والبطوله الدوري طبعا، بس هناخدها واحده واحده، نفكر في كل ماتش وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى على قد المسؤوليه ونفرح جمهورنا ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للشناوي، واحد من النجوم، لاعب راجل، كل اللعيبه بصراحه يمكن على قدر المسؤوليه، وزي ما قلنا كابتن سيد عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا رغم كل الظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، لكن عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في هذه البطوله. باذن الله يكون النادي الاهلي موفق، باذن الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن سيد ولقاءات خاصه هنا عقب الفوز على فريق وفاق سطيف هنا من استاد السلام، لكن في هذه اللحظات برجع لك كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي.